الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سورة الحجرات. سورة الحجرات مضت معنا في طريق طويل، بدأت بهذا النداء الجميل المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. استمرت معنا السورة وكان فيها النداء 5 مرات، ده من السور التي ينبغي أن تلفت انتباهك. سورة عبارة عن ربع واحد في القرآن فيها 5 مرات يا أيها الذين آمنوا. سورة البقرة كلها فيها 11 مرة يا أيها الذين آمنوا. ربع الحجرات ده فقط في 5 مرات يا أيها الذين آمنوا. إذن لابد أن تنتبه أنت أن قضية الإيمان تحتل المكانة الكبرى في هذه السورة. يعني أهم موضوع في السورة الإيمان، ومحور السورة كله يدور حول الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى قبل أن يأمر المؤمنين بأي أمر كان ينادي يا أيها الذين آمنوا. وبالتالي احنا قلنا أن السورة دي بتتكلم في ممكن نجمعها في أن هي بتتكلم في المجتمع الذي نريد. مجتمع نريد مجتمع مؤمن، والمجتمع المؤمن ده صفاته أنه لا يقدم شيء بين يدي الله ورسوله، أنه يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحذر من الفاسقين والظالمين، أنه أفراد لا يسخرون من بعض، لا يغتابون بعضا، لا يسيئون الظن، أن الموازين في هذا المجتمع ليست الأموال ولا النسب ولا الحسب، إنما هي الديانة والتقوى. طيب، جميل الكلام ده. السورة ماشية معنا في المسار دوت، تقول لنا دايما يا أيها الذين آمنوا، وآخر حاجة كلمنا فيها إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. إذن هذا المجتمع يتعامل بموازين جديدة، مفيش بقى في المجتمع دوت الايه ان الناس توزن بالاموال كما كانت بنو اسرائيل قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال، ولا موازين الجاهليه التي قال اصحابها لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. خلاص احنا بنلغي الكلام ده. المجتمع المؤمن يقيس الناس على قدر قربهم وبعدهم من الله، فالاقرب هو الافضل والأبعد هو الأدنى. لذلك وجدنا فعلا في تاريخ المسلمين أمراء وسادة وقادة كانوا عبيد وموالي. يعني هو كان عبد أعتق وبعد كده تدرج في سلم العلم والإيمان حتى صار أميرا على بلدة.
ويخضع له من كان حرا ويخضع له أصحاب الأموال ويخضع له، لأن الناس كانت تعرف الموازين الصحيحة. فتجد أمير بغداد أمير الكوفة، وتجده في الآخر كان مولى من الموالي، يعني كان عبد في يوم من الأيام. تعرف يعني عبد؟ يعني ده أقل شخص منزلة في المجتمع الجاهلي دائما. لكن هذا الشخص لم يعد ليس له قيمة في المجتمع المسلم، بل قيمته على قدر علمي وعلى قدر ديني. بل كان منهم من كان يطلب الناس عنده العلم وهو عبد، يعني هو عبد وهو بيطلب علمه وصار إمام في العلم والفقه، والناس تأتي ليه الأحرار يطلبوا منه ليه؟ يطلبوا منه العلم. هكذا كان المجتمع الإسلامي. طيب دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن إحنا بنقول إن النداءات دايما فيها أيها الذين آمنوا. يبقى إذن قضية الإيمان دي لو هي مش واضحة يبقى السورة دي لن تؤدي الغرض المقصود منها، لأن إحنا كل ده بندور حوالين ليه؟ الإيمان. إحنا عايزين نعرف دلوقتي ما هو الإيمان، عشان احنا انت ايه بنتكلم كتير حول الموضوع دوت. انا بقول يا ايها الذين امنوا، امين بقى امين امين الذين امنوا يعني عم بيعملوا ايه دول؟ وانت بتقول لي ان المجتمع بيقوم على قائمة الايمان، خلاص ان المجتمع دلوقتي بنقيس الناس على قدر الايمان. اذا لو مفهوم الايمان ده مشوه يبقى كل البنيان هيكون مشوه، لان انا باني كل البنيان على اساس الايه؟ الايمان. فكان من المهم جدا أن الصورة تنتقل إلى البيان الواضح لقضية الإيمان. ما هو الإيمان؟ هل الإيمان مجرد أنني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل الإيمان فقط أن أنا يعني أقر في داخلي بأن هناك ملائكة، هناك رسل، هناك كتب، وأنا يعني أظن ذلك يعني ظنا يقينيا لا أشك في ذلك؟ هل الإيمان أن أنا مجرد أن أنا أؤدي الصلوات مثلا أو أؤدي زكاة مالي في الوقت المحدد؟ هل إيمان ربي دأني ولا تلبس نقاب؟ يعني ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ إن الصورة مش واضحة. لو الصورة مش واضحة يبقى إحنا بالتالي كل واحد سهل إن هو يدعي ليه؟ يدعي الإيمان، لأن أنت ما قدمت ليش تعريف واضح ما هو الإيمان. يبقى سهل أي حد يجي يقول أنا مؤمن، أنا من الأفراد المهمين جدا في المجتمع، أنا شخص مؤمن. وهو ده اللي الصورة بدأت تتكلم عليه. قالت الأعراب إيه؟ آمن. واحد جاي يقول أنا مؤمن، طب قول زي ما أنت عايز، لكن نحن لا نسلم لك بهذه المقالة. وربنا اللي رد عليهم، قالت الأعراب آمن، فربنا يقول لهم لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، أقصى ما تقولون أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلام ده كبير، ده ناس فعلا أسلموا فعلا، هو ربنا أقر لهم بالإسلام، ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. الله، يعني هم أسلموا ومش مؤمنين في نفس الوقت؟ هل في فرق بين الإسلام والإيمان؟ الكلام ده لازم يتفهم جدا. لازم نفهم حاجة يا جماعة، احنا نقول إن الدين عند الله ليه؟ الإسلام، مش كده؟ هل في فرق بين الإسلام والإيمان أصلا؟ دي مهمة لازم تتفهم. لازم ينفعش نعيش في مجتمع مسلم وإحنا مش عارفين هل في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما فيش. يعني دي من البديهيات اللي لازم نفهمها. لازم نفهم حاجة، الإسلام في الأصل، الأصل الإسلام هو الإيمان، الإسلام هو الإيمان. بس لو أنا عبرت عن الدين بكلمة الإسلام يبقى قصدي الدين كله، ولو عبرت عن الدين بكلمة الإيمان يبقى أنا قصدي ليه؟ الدين كله. فلما أقول إن الدين عند الله الإسلام يبقى قصدي الإسلام والإيمان والإحسان وكل المراتب. ولما أقول مثلا الدين عند الله والإيمان مثلا يبقى أقصد بالإيمان الإسلام والإيمان وكله. فلو انا بقولها لوحدها يبقى قصدي بيها كل الايه؟ كل الدين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي، قصدي المسلم المؤمن وكل حاجه. لكن لو الاثنين جم مع بعض في سياق واحد وباين من السياق ان انا بفرق بين الاثنين، يبقى انا قصدي بالاسلام حاجه وقصدي بالايمان ايه؟ حاجه تانية. زي ما جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال اخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج ليه البيت. وبعد كده قال له ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، الحديث اللي أنتم حافظينه دوت. وهنا برضو الآيات، هنا ربنا ذكر الإيمان والإسلام مع بعض في آية واحدة. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. هنا لو الإسلام هو الإيمان يبقى الكلام ملوش معنى. طب ما الإسلام هو الإيمان، يبقى سواء قالوا أسلمنا ولا قالوا أمنا واحد. طالما جم مع بعض يبقى الإسلام هنا ليه معنى والإيمان ليه معنى. عشان كده خد الكلمة دي، الكلمة رح بسطها لك قبل ما أقولها. هما بيقولوا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.
يعني ايه الكلام ده؟ اذا افترق يعني اتقال كل واحد لوحده، اجتمع. يبقى انا قصدي بكل واحد الايه؟ الاثنين. لما انا اقول الاسلام بس يبقى انا قصدي الايه؟ الاسلام والايمان. لو قلت الايمان بس، الايمان والاسلام، قلت لا الاسلام والايمان، يبقى قصدي بالاسلام حاجه. افترق في الايه؟ افترق في المعنى. يعني لما احطهم جنب بعض ما يبقوش حاجه واحده. لو حطيت كل واحد لوحده يبقى كل واحد بيعبر عن الايه؟ عن الاثنين. لكن لو حطيتهم جنب بعض يبقى كل واحد بيعبر عن معنى مستقل. ايه بقى هو المعنى المستقل؟ يقصد بالاسلام الاعمال الظاهره للناس، ظاهرة ان انت بتصلي معانا، ان انت بتحفظ قرآن، انك انت بتصوم رمضان، انك انت شفناك في العمرة، ان انت شفناك بتصلي جنازة، ان انت والله بتزور اليتامى. ده اسمه ليه؟ اسمه اسلام، ظاهر عليك، اعمال ظاهرة. ويقصد بالايمان بقى ايه؟ ما وقر في القلب من الاعمال او حقيقة الاعمال ديت. يبقى الايمان هو الاعمال الايه؟ الباطنة. والحقيقة إن الأعمال الباطنة دي هي سر الأعمال الإيه؟ الظاهرة. لكن قد يكون هناك أعمال ظاهرة بدون أعمال باطنة، زي المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن يمكن أن يكون هناك عمل ظاهر بدون عمل إيه؟ باطن. لكن لا يمكن أن يكون هناك عمل باطن بدون عمل إيه؟ ظاهر. يعني لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون إسلام، ولكن يمكن أن يكون هناك إسلام بدون إيمان. واضحة كده؟ دي مهمة جدا، لأن احنا تخليط المفهوم ده خلانا احنا نفسنا فهمنا الدين غلط. أغلبنا يا إخواننا لما جه التزم أسلم، هو ده اللي عمله، لكنه في الحقيقة لم يؤمن. أحيانا بتبقى عايزة كلمة بسيطة تعرف بيها المشكلة فين. مشكلتنا اغلب مشاكلنا ليه دايما نشتكي من الانتكاسات واللي مش عارف، والاخ ده انتكس والاخ ده مش عارف ايه، المشاكل اللي نهري فيها طول النهار دي. مشكلتنا ان احنا مش فاهمين الفرق بين الاسلام والايمان. بس مش عارفين انا كملتزم مطلوب مني ايه. يعني انا لما اجي اتوب او التزم ايه المطلوب مني؟ المطلوب ان تكون مؤمن، مطلوب تحقق الايمان ليس الاسلام. الاسلام ده المنافق يعرف يعمله. يعني مش انت تهتم فقط بظواهر الأعمال. مش قصدي إن ظواهر الأعمال مش مهمة، بس مش هو ده إيه اهتمامك، إنك مش هو ده اللي أنت داخل تصلحه. أنت داخل تصلح قلبك، تحقق فيه الإيمان، وبعد كده سيبك من أعمال الجوارح، هي هتيجي لوحدها. طالما استقر الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الإيه؟ على الجوارح. إحنا بقى بنركز في الإيه؟ في الجوارح بس. رب دانك ماشي كويس حلو، صلي 4 ركعات، حط إيدك كده مش عارف ايه، هنصوم من الفجر للمغرب، وشيخ والفجر الصادق امتى؟ طب والمغرب قبل ما يدن ولا اعمل ايه؟ طب ينفع اشرب إيه؟ فاهم السواك حلو، كل ده جميل. بس احنا في ناس ركزت بس في الايه؟ في الاشك، في مش هقول الشكليات عشان مش كلمه غلط، ركزت بس في ايه؟ في اعمال الجوارح فقط. ركز ان هو يؤدي العمل كانه بيمضي. يعني صليت الحمد لله، قرات النهارده الجزء بتاع النهارده قريته، حفظت الربع بتاع الأسبوع دوت، صليت نص ساعة اللي أنا كنت المفروض أصليها كل يوم، كلها إيه؟ تحس إن هو بيحسبها بالورقة والقلم. لكن هل هذه الإسلام فعلا ناتج عن أثر الإيمان اللي في القلب، ولا هي مجاهدة ظاهر بس عشان تعمل الإيه؟ تعمل مجرد الأعمال ديت. إن أنا أعمل الأعمال الظاهرة ممكن اللي يعملها شخص مؤمن وممكن يعملها منافق، دي مش صعبة. التركيز كله ان يكون العمل الظاهر دوت ناتج عن قوة عمل ايه؟ باطن. يعني الدافع ليه هو قوة الباطن اللي هو الايمان. الايمان يؤدي للاسلام، الايمان يؤدي للاسلام. عشان كده ربنا انكر على الاعراب، قال لهم انتوا بتصوموا بتصلوا بتاع، بس انتوا في الحقيقة هنا فاضي، انتوا مجرد بتؤدوا اداء فقط باهت، ليس هناك معنى في القلوب عندكم. هم مش كفار على فكره، هو ربنا اقر لهم بالاسلام، لكن دول مش منافقين، عشان برضو ما يبقاش الكلام تفهم منهم ان هم منافقين. دول مؤمنين لكن ضعاف ايمان جدا، يعني فاضل لهم تكه ويبقوا ايه؟
منافقين، بس هم مش منافقين. انا برضو هنا بتكلم علشان برضو تخش انت معايا في الموضوع. هنا الايات دي بتتكلم عن ناس مؤمنين عادي مش منافقين، عشان ما تفتكرش ان انت بره الموضوع. بتتكلم عن مؤمن ضعيف الايمان. هي اصلا الايات دي نزلت ايه سبب نزولها؟ سبب نزولها ان جه جماعه من الاعراب قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله امنا، خد بالك، قالوا امنا بك وصدقناك واتبعناك من غير قتال. يعني احنا ايه جينا في السهل من غير ما ايه من قتلك ولا بتاع. قال: وتركنا العشائر والاموال، وما من قبيله من العرب الا قاتلتك حتى دخلت في الاسلام كرها، لكن امنا بك من غير قتال فلنا عليك بذلك حق. شوف الكلام، يعني بيقولوا احنا ايه، احنا لينا ايه يد لينا جميله كده معاك، احنا امنا بك من غير ايه من غير قتال، وكل العرب امنت بيك بعد ايه بعد ما قتلتهم، واحنا جينا لك كده ايه من غير قتال ولا بتاع، فاحنا لينا يد عليك، لينا جميله، يعمل لنا حسابنا في ايه في حاجه كده. وداخلين بقى بكل ثقه بيقولوا امنا بك. فنزل القران: لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اصلا كلامكم يدل على عدم الايه الايمان زي ما حياتي. او خلينا اقولها لكم، الايمان يا اخواننا يقوم على الخضوع والذل والافتقار والانكسار لله، وعدم رؤية النفس، وهضم حظ النفس، ونسبة الفضل إلى الله. ده كله ما يركبش مع المن. المن أكبر دليل على أنك أنت لم تحقق الإيمان. فإذا وجدت في أنك أنت بترى نفسك لما بتعمل عمل، أو تنسب الفضل لنفسك لما بتعمل عمل، اعرف أنك أنت العمل ده أقصى ما يسمى إسلام، ولكنه لا يسمى إيمان، لأنه فعلا المن اللي أنت فيك ده أو العجب ده يدل على أنك أنت بترى حظ نفسك، ورؤية حظ النفس ده يتنافى مع الإيه؟ مع الإيمان. مش أنت مش كافر ولا منافق يعني، بس إيمانك ضعيف، ما زلت ترى لنفسك قدرا وشأنا لم تخضعها بالكلية لله. لأن اللي بيخضع بكليته لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمن بأي عمل أبدا، بل يرى دائما مهما عمل، أولا يرى أنه مقصر، ثانيا يرى أن الله يستحق ما هو أعظم من ذلك بكثير، ثالثا يرى أن حتى الحبة الشوية اللي هم عملهم دول إنما هم بفضل الله تعالى. والله لولا الله ما اهتدينا، مش كده، ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر اليسرى، هو الذي ييسر العسرى، هو الذي يفعل ما يشاء جل في علاه. المهم يعني أن كلامهم أصلا باين عليه أن في حاجة غلط، أن هم مش تمام. لذلك نزلت الآيات إيه بتقول لهم الموضوع دوت. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان هي عملية قلبية تظهر على الجوارح. الإيمان كما قال الحسن البصري: ما وقر في القلب وصدقه الإيه العمل. لذلك قلت لك أن لا يمكن أن يدعي إنسان إيمان بيكون أن يكون مسلم. يعني الإيمان لا بد معه من إسلام، لكن الإسلام لا يلزم أن يكون معه إيه إيمان. فما ينفعش تقول أنا مؤمن من غير ما يظهر ذلك على الجوارح، لأن لازم يظهر ذلك على الجوارح، إن ده شيء ما تقدرش تملكه في نفسك. وكل إناء بما فيه ينضح، لازم كل إناء بما فيه ينضح. فلو أنا الإناء ده نضيف جوه فيه يعني قوة إيمان، لازم يظهر ده على أدائي. فلا يتصور إنسان مؤمن بدون أعمال جوارح. يقول لك أهم حاجة القلب، نقول لا، لو كان القلب فعلا عامر بالإيمان لظهر ذلك على الإيه على الجوارح. فالإيمان الذي نبتغيه في هذا المجتمع الإسلامي، الإيمان هو قوة يعني المعاني في القلب التي تؤثر على أداء الجوارح. وده هنبينه هنبينه باستفاضة. يعني المقصود بالإيمان أن تكون خاضعا بكليتك لله جل في علاه، ولا ترى لنفسك حظا ولا نصيبا، ولا يعني نفسك تنازعك في شهوة ولا شبهة، أن تستسلم بكليتك لله جل في علاه. طبعا دي أعلى درجة، يعني لا شك أن كل واحد فينا بيجي له مراحل تنازع نفسه على شهوة شبهة، صاحب يسحبك، الشيطان يغرك شوية، لكن بيقول الصورة التامة أن الإنسان يستسلم بكليته لله فلا يتأثر بشيء. يعني ما يجد في نفسه يعني شهوة تعارض أمر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الشهوات، فيجد في نفسه سهولة في الالتزام بأمر الله تعالى، ولا يجد في نفسه شبهة تقاوم العقيدة اللي بيعتقدها. دايما عقيدته قوية بحيث ان هي تدفع دايما الشبهات. ده السقف اللي احنا عايزينه، والسقف ده اللي احنا عايزينه
برضو يعني عايز اقول لكم حاجة، الايمان ده اخوانا اللي يفهمه يبقى فرحان بيه قوي قوي، فرحان انه مؤمن بالله. والمؤمن المعنى اللي بقوله لك دوت خاضع لله. اذا علم الانسان ربه فعلا، واذا عرف ربه حق المعرفة، كان فخور بانه عبد لله. لانني قلت لكم من قبل ان الانسان ينال الشرف، شرفه بشرف ايه؟ سيده. كلما كان سيدك اشرف كلما كنت انت ايه؟ اشرف. فان خادم المدير ليس كخادم الوزير، ليس كخادم الرئيس. كلما كان الانسان خادم لجهة اعلى كلما كان شرفه ايه؟ يزداد. انت عندما نقول لك سلم قلبك لله، لا يعني اجعل نفسك بين يدي الله يأمرك بما يشاء. تقولش بقى ايه يا سلام، يعني انا كده ايه من غير حاجة كده، فكرش، ماليش عقل انا افكر. هو اصلا انت عقلك هو اللي وصلك للنقطة ديت، احنا ما لغيناش عقلك، بالعكس ده هو عقلك بعد ما عملته وصلت المرحلة دي، ان انا لابد ان انا ايه استسلم واسلم كل جوارحي بل وعقلي لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لانك انت عقلك اللي وصلك اصلا للنقطة ديت، انك انت لما عرفت ربنا صح عرفت انه العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء، الخبير الذي لا يعني لا يفوته شيء، القوي الذي لا يعجزه شيء، القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، اللطيف، الخبير، الحكيم فيما امر فيما شرع. وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ، لا ينام، لا يموت، لا يفنى، لا يبيد، له كمال العزة وكمال الجبروت، له الأسماء الحسنى. فلما أنت بتتخيل أو تقعد تتصور إلى من تسلم قلبك ولمن تسلم جوارحك، لما بتتصور التصور دوت وتقعد تتفكر في الله بجد، بتبقى فخور وانت بتقول أنا عقلي وصلني إن أنا أسلم عقلي وجوارحي لله. ما تجيش بقى بعد كده، ينفعش اسمع بقى انك انت بتقول ايه لما اقول لك مثلا افعل كذا تقول لي انا مش مقتنع. غلط. تقول لي لا انا ليه عقل لازم اشغله، يبقى في حاجه غلط. ان احنا قلنا ان احنا ما لغيناش عقلك، انا قلت لك ان عقلك هو اللي وصلك للنقطه ديت، ان لابد ان انا استسلم لله بفخر، وانا فخور ان انا مستسلم لله سبحانه وتعالى، وهو يأمر ما شاء وانا افعل بدون تردد وبدون تفكير وبدون ان انا اعقب على كلامه ولا اقول لماذا ويقنعني والكلام دوت، لا، لان انا اصلا عقلي وصلني ان خلاص الله له كمال العلم وكمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال القدرة وكمال الارادة وكمال الحياة وكمال القوة وله الاسماء الحسنى. خلاص انا عايز كل مرة نعيد من الاول، ما خلاص ما انا اقتنعت، عايز كل تفصيل اقنعك بيها. طب ما انت اقتنعت بالاصل، خلاص الاصل يجي على كل الفرعيات. وبالتالي انا لما بكون عبد لله ده ليس إلغاء للعقل، بالعكس ده احترام العقل. والذي لا يكون عبد لله هو الذي أهان عقله. لأنك أنت إذا لم تسلم قلبك وعقلك لله إلى من تسلمه؟ تسلمه إلى غير الله. غير الله ده ممكن يكون شخص مخلوق، أو تسلمه إلى المال، أو تسلمه إلى النساء، أو تسلمه إلى نفسك. وفي كل الأحوال سلمته إلى جهة ناقصة. جهة إيه؟ ناقصة، ناقصة في العلم، ناقصة في القوة، ناقصة في الإرادة، ناقصة في الحكمة، ناقصة في كل شيء، ظلومة، جهولة. وبالتالي أنت أهنت نفسك لما سلمتها لغير ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عايزك وأنت بتقول أنا مؤمن بالله دي تبقى طالعة منك وأنت فخور أنك سلمت نفسك لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. عرفت يعني إيه مؤمن؟ أنت كده إيه؟ دخلت معايا كده أنت تمام. يبقى إذا الإيمان إن أنت تخضع كل جوارحك لله. وهي دي يا إخوانا معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. خلاص رضيت، عديت أنا المرحلة دي، خلاص أنا رضيت بالله رب. ما ينفعش بعد كده عايز أرضى بكل تفصيلة لوحدها، أنت رضيت خلاص. تمام؟ ذاق طعم الإيمان
من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. فلا يمكن إنسان يذوق طعم الإيمان حتى يستسلم. عارف ليه بقى مش بتذوق طعم الإيمان؟ لأنك أنت طالما ما استسلمتش بالكامل يبقى الحتة اللي ناقصة في استسلامك دي هي اللي بتعكر دايما طعم الإيه؟ طعم الإيمان. لأن طعم الإيمان إنما يذوقه من حقق الإيمان الواجب. وتحقيق الإيمان الواجب يستلزم أنك أنت إيه؟ أنك أنت خلاص ما بقاش فيه منافس لله في قلبك، مفيش منافس لله في قلبك. حب ربنا تفوق على كل شيء وزاد زيادة، يعني خلاص مفيش منافس أصلا. رضاك عن الله تجاوز كل الحدود، وبالتالي فما بقاش فيه بقى خلاص. أصل إحنا أغلبنا أخواننا إيه؟ ليه إحنا مش بندوق طعم الإيمان أخواننا؟ أغلبنا أخواننا بيلتزم، صح؟ إحنا نسمي نفسنا ملتزمين، بس إحنا لسه برضو في حتة كده مش ملتزمين بيها. شهوة معينة كل واحد فينا لسه، شبهة معينة لسه كل واحد فينا بتنزعه، لسه في هوى النفس بيغلبك كتير، لسه أنت ما استسلمتش. أن يكون ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عارف لو ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل شيء، خلاص أنت كده خلاص أسهل حاجة أنك أنت تعمل الطاعة، وأسهل حاجة تسيب المعصية، ساعتها هتذوق حلاوة الإيمان. طبعا مش معنى كده أن مفيش حد يعني لازم نوصل مرحلة، عشان لا غير كده أنت بتذوق حلاوة الإيمان، بس مش دايما، يعني مش دايما، أحيانا بتجيلك وأحيانا بتروح منك حسب المنازعة، لما دايما حسب اللي بيغلب في قلبك، ودي هنجيلها تاني. بس أنا عايز أفهمك إيه هو الإيمان. الإيمان هو يعني حاجة تستقر في القلب نتيجة عن اليقين ومعرفة الله سبحانه وتعالى. الحاجة دي لما بتتكون في القلب بتبتدي تظهر على الإيه؟ تظهر على الجوارح. الحاجة دي بتزيد وبتنقص، مش ثابتة. لذلك الناس ديت مسلمة وعندها هم مسلمين وعندهم شيء من الإيمان، بس إيمان ضعيف. ما ينفعش أسميك مؤمن اللي هو الإيه الاسم المطلق، أنت مؤمن إيمان ضعيف. فالإيمان بيزيد وبيه وبينقص. هل الإيمان بيزيد وينقص؟ طبعا بيزيد وينقص، لازم تعتقد كده. وهقول لك ليه لازم تعتقد كده، بس لازم عشان الأول تصحح عقيدتك لازم تؤمن بالموضوع دوت، أن الإيمان يزيد وإيه وينقص. وربنا اللي قالين كده، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فإيه فزادتهم إيمانا. وربنا قال لنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وربنا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى أنا كده متأكد أن الإيمان إيه بيزيد وبينقص كمان، تمام أو بينقص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه مؤمن. يبقى هو في الحالة دي إيمانه إيه نقص جدا لدرجة أن هو زنى. يبقى الإيمان بيزيد، أرحمك الله، بيزيد وبينقص. يعني دي مسألة عقدية أغلبنا عارفها أو تعلمناها قبل كده في دروس العقيدة. لكن أنا مش دايما إخواننا لما نقول دروس العقيدة، دروس العقيدة دي عبارة عن مسائل علمية بس، مش معنى أنك أنت درست عقيدة أنك أنت عقيدتك تمام. أنت كمسائل علمية تمام، بس هل المسائل العلمية دي وقرت في القلب؟ نرجع تاني، كأن دراسة العقيدة دي هي إسلام. يعني دراسة الإيمان هو أحد أنواع الإسلام، لأن هي عمل ظاهر. أنا بعد أشرح لك مسائل دلوقتي، بقول لك الإيمان بيزيد وينقص، هل تعتقد ذلك؟ تقول لي أعتقد ذلك. أنت كده عملت حاجة من إيه؟ من الإسلام، عمل ظاهر. لكن هل تحول العمل دوت إلى حقيقة في القلب استقرت؟ يعني إيه حقيقة في القلب؟ حقيقة في القلب يعني أثرت في القلب فعلا وبدأ بيليها ثمرة. تقول لي إيه ثمرة إن أنا أعرف الإيمان يزيد وينقص؟ لا طبعا، ده في ثمرة كبيرة جدا. كونك تعرف الإيمان يزيد وينقص يخليك مش على بعضك، بالبلدي كده مش على بعضك. طالما الإيمان بيزيد أنا قاعد هادي ليه كده يعني؟ طب ما زوده. مفيش حدود نعرفها للإيمان، يعني ما نعرفش سقف للإيمان. مفيش حاجة اسمها أنا وصلت، وصلت فين حضرتك؟ واعبد ربك حتى يأتيك. ده بيتقال للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيزداد إيمان في كل مراحل حياته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم مش زي آخر يوم طبعا، وسيدنا موسى نفسه من أول يوم ما كانش زي آخر يوم. سيدنا موسى في أول لما شاف الحية، لما انقلبت العصا حية إيه،
موسى عليه السلام تولى يعني رأى كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب، مش كده؟ يعني في البداية كان خاف من الحية فعلا، وده خوف طبيعي يعني، فيش حد يخافش من الحياة، لكن لما إيمانه زاد قوي ما خافش من كل الحياة اللي هو شافها في الحقيقة مع السحرة، وهو شافها حياة فعلا على فكرة، يعني هو اتسحر، وموسى عليه السلام اتسحر زي الناس، وما خافش من فرعون والبحر قدامه وفرعون ورائي. إذن درجات الإيمان إيه؟ بتزيد. موسى عليه السلام في أول يوم مش زي تاني يوم، مش زي آخر يوم. طالما أنا أعرف كده يبقى أنا ما بزودش إيماني ليه؟ لو المسألة العقدية ديت استقرت في القلب لازم تظهر كأي عمل. نرجع تاني، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه ليه؟ العمل. لو أنت مش كل يوم بتبحث عن أسباب لزيادة إيمانك يبقى المسألة الاعتقادية دي ما أثرتش فيك، يبقى دي سميها إسلام بقى المسألة دي، يبقى أقول إن أنا أسلمت عرفت المسألة دي كإسلام، لكن هي تحولت لإيمان وقر في القلب فعلا وبدأ يظهر على العمل، لا ما حصلش. يبقى أنا لازم أبحث عن زيادة الإيمان. تقول لي ما أنا الحمد لله ثابت، فيش حاجة اسمها ثابت، هنقول ثابت دي مجازا، لكن إذا لم تزدد فاعلم أنك في نقصان. يكفي أن يومك مر بلا زيادة، دي لوحدها نقصان. مش لازم، مش معنى ان انا ازيد ان انا ازيد بالفعل، كن في وقت عدى وانا ما زدتش ده يساوي عندي ايه؟ نقصان. لذلك كان احد السلف يقول يعني ايه، يقول ما ندمت على شيء كندمي على يوم زاد فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. يعني شوف بيندم على ايه، هو بيقول انا ما نقصتش، لا انتكس ولا عمل العاده السريه ولا شاف فيلم اباحي ولا رجع للبيت بتاعته، ما فيش الكلام ده. ده هو بص بيندم عليه، ما ندمت على شيء كندمي على يوم ازداد فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. يوم عدى كده وما زدتش فيه، دي بالنسبه لهم نقصان، لان راس مالك هو الايه؟ الوقت. راس مالك مع ربنا هو الايه؟ الوقت. ما فيش وقت ما فيش حاجه تعملها، فلما انا يعدي وقت وما زدتش في حاجة يبقى كأني خدت فلوسي كده ورميتها في الشارع ما شغلتهاش. لو انت لقيت واحد كده مشغل فلوس وفي فلوس بيرميها في الشارع تقول له ايه اللي انت بتعمله ده، بترمي راس مالك؟ يقول لك انت انا حر المهم ما بخسرش. تقول له انت بتخسر، انت بترمي فلوسك اصلا. فكذلك اذا مر عليك الوقت ولم تزدد ايمانا فاعلم انك في نقصان. فلازم الانسان يا اخوانا يتأكد دايما ان هو بيزيد. طيب الزيادة دي طيب هتفيدني في ايه؟ هتفيدك في كذا حاجة. اهم حاجة هتفيدك فيها ان هي بتضمن لك الاستمرار. خد بالك الثبات ممكن يكون ينفعك دلوقتي لكن ممكن ما ينفعكش بكره، لو افترضنا ان في حاجه اسمها ثبات يعني، والا فربنا قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، ما انت يا بتتقدم يا بيه يا بتتاخر. لكن هنفترض ان انت ثابت، تمام، انت لغايه دلوقتي ثابت، بس خد بالك انت مش واخد بالك من حاجه، ان الفتن بتزيد والشبهات بتزيد والشهوات بتزيد وأعدائك شغالين الله ينور ومش هيسيبوك في حالك، ولما لو ما جابتش معاك النهاردة اللي بيعملوه بيزوده عشان يجيب معاك بكرة. فلو انت ما بتزيدش ما تضمنلكش تبقى بكرة تمام، لو انت ما بتزيدش ما تضمنلكش بكرة، انت لغاية دلوقتي ثابت بس ما تضمنلكش بكرة يحصل ايه. ممكن انت معدل ايمانك لغاية دلوقتي صادد معاك لكن انت ما بتزودش والفتن بتزيد، فجت مرة الفتن زادت على معدل ايه؟ ايمانك فوقعت، والناس تستغرب تقول لك الاخ ما شاء الله ده كان كويس كان ثابت بس هو ما كانش كانش بيزيد، وكل الفتن حوالينا بتزيد. مش احنا شفنا اخواننا لينا اخوان يعني ناس كتير انتكسوا صح، واللي بعد واللي خلاص ملوش دعوة بالدعوة واللي وخلاص واللي بيصليش معانا واللي قلب خالص واللي ألحد واللي بيشتمنا، يعني في ناس خلاص بعدت خالص صح؟ ليه؟ رغم ان هم دول كانوا كويسين لكن يبدو انهم لم يكونوا يزدادوا ايمانا. وان الفتن لما جت بقى الفتن الاخيره دي، انتوا عارفين الست سنين اللي فاتوا دول الفتن فيها زادت جدا يعني، خصوصا الشهوات وخصوصا الشبهات يعني، في ناس ما استحملتش وقعت على طول. طيب كونك واقف لغايه دلوقتي ما ينفعش انك انت تتغر في الموضوع دوت، مين يضمن ليك انك انت ما تكونش اللي هيقع بكره؟ طب ايه اللي يضمن لي انك انت بتزيد دايما ويا ريت تكون معدل زيادتك اعلى من معدل زياده الفتن وليه والشهوات. انت لو انت ايمانك درجه ايمانك مثلا 8 من 10 مثلا والفتن دي لغايه دلوقتي 6، تمام عمرك ما يحصل لك حاجه،
بقت 7 تمام برضو 8 تبتدي تتهز 8 ونص هتقع. لو انا ما بجيبش بحاولش ان انا اوصل ل 9 يبقى انا ما اضمنلكش حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كده، قال لنا مش معنى ان ايمانك نفعك دلوقتي ان هينفعك بكره، لان ربنا اثبت لناس الايمان، قال ومن الناس من يقول امنا بالله، وفعلا هو قال امنا بالله فعلا مش كذاب، بس يدوبك امن على قد بالظبط، اللي هو يدوبك انتوا عايزين مني ايه، هما الكلمتين واعتقادين وبتاع خلاص، هما دول وصلي وبتاع، هما دول اخرك معايا، بس هو جه واقف على الحرف بالظبط. ربنا قال فاذا اوذي في الله، مجرد بس تك كده صغيره، جعل فتنه الناس كعذاب الله، باع دينه عشان ايه؟ عشان ما يحصلوش اذيه، فسوى بين عذاب الناس وعذاب ايه؟ وعذاب ربنا. والايات الثانيه الاوضح، قال ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. هو ربنا اثبت له ان هو بيعبده، وقال يعبد الله، يبقى ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن، بس ايمانه ايه؟ ضعيف. ربنا سماه عشان يصور لك الصوره على الحرف، يعني على الحرف. تخيل انك انت واقف على السطح مثلا بيتكم، واقف على الحرف، على حرف السور، انا محتاج مجهود قد ايه عشان اوقعك؟ ولا حاجه، يعني مجرد لو زقيتك بصبعي كده هتقع، لانك انت واقف عليه على الحرف. امتى ما تقعش؟ لو ما حدش دقك خالص، او العكس حد شدك لجوه، صح؟ هو ربنا قال كده، قال ومن الناس من يعبد الله على الحرف، فان اصابه خير اطمئن بيه. واحد شده ايه؟ شده جوه، حلو، بس هو دايما يحصل كده؟ مش ضروري، ممكن العكس. وان اصابته فتنه، واحد زقه انقلب على ايه؟ على وجهه، خسر الدنيا والاخره. طب لو انا جوه شويه، يعني انا واخد 3 خطوات جوه، لو عايز زقني زقه صغيره مش هقع اكيد، صح؟ عايز زقه ايه؟ زقه جامده قوي، عشان تنطرني مترين مثلا، لا عايز زقه جامده، بس هي برضو زقه واحده، بس لازم تبقى جامده شويه. لا ده انا وصلت لنص السطح، دي بقى اقوى حاجه، لا صعب جدا، اقعد اضرب فيه من النهارده لبكره، عمري ما هقع من على السور، يعني مش توصل للدرجه دي. برضو مهما وقعت هبقى داخل الايه؟ داخل الدايره ديت، والضربات دي هتخليني ايه؟ اقوى، لان انا ما وقعتش، واللي بيقع هو اللي ما الضربه ما بتنفعوش، ان هو وقع خلاص. لكن انت طالما وقعت وبتقوم تاني، يبقى الضربه دي بتقويك زي ما بيقولوا. فالمره الجايه هعمل حسابي، والمره الجايه هصدها، المره الجايه هبقى اقوى من الاول. يبقى حتى الفتنه لما بتجي لك وانت في الحاله الايمانيه العاليه دي ممكن تقويك مش تضعفك. يبقى انا ده بيضمن لي الثبات والاستمرار، الثبات والاستمرار. وده بيرد على السؤال الدائم زي ما قلنا، ان ليه بيحصل انتكاسات وليه مش عارف بتاع. اما يكون الاجابه ان احنا اصلا محققين الاسلام بس مش محققين الايه؟ الايمان. وان انت كل همك لما التزمت ان انت تعمل الايه؟ تعمل صور الالتزام اللي كل حد بيلتزم بيعملها. الملتزم يعمل ايه؟ بيربي دقنه، الاخت لبست نقاب ولا مش عارف ايه، والله بنصلي مع بعض، وعندي ورد كذا، وعندي اذكار كذا، وبقرا في اذكار كذا. عمل شويه الحاجات اللي معروف اي ملتزم المفروض ايه؟ يعملهم، لكن ما حاولش ان الموضوع ده يستقر في ايه؟ يستقر في قلبه. وده ده احد الايه؟ اسباب الانتكاس الحقيقيه، انشغالك لم تنشغل بتحقيق الايمان. عشان كده هرقل عظيم الروم لما سال ابا سفيان السؤال العظيم دوت، قال هل يرتد احد منهم، يعني من الصحابه يعني، عن دينه بعد اذ دخل فيه؟ عايز يتاكد الناس دي. قال ابو سفيان لا يرتد احد منهم. فهل كلمه تكتب بماء الذهب؟ قال كذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لو دخل جوه القلب مش ممكن ترتد أبدا. إجابة سهلة جدا، ليه فلان انتكس؟ لأن الإيمان لم يخالط بشاشته قلبه، وإنما كان إيمان ضعيف، إيمان سطحي، ما أو يكون السبب، لا ده كان إيمان جيد السبب الثاني، لكن الفتن زادت وهو لم يكن يزداد. يبقى ما مشكلة من الأصل أصلا أنك أنت أسلمت بس، أو المشكلة أنك أنت أسلمت وآمنت بس ما كنتش بتحرص على الإيه؟ على الزيادة، وبالتالي الفتن نفعك الالتزام دوت فترة سنين، بس لما الموضوع زاد قوي وأنت وقفت طلب علم، وقفت زيادة في وردك، وقفت زيادة في الصيام، وقفت زيادة في التدبر والكلام ده، الإيمان ما نفعكش في مرحلة معينة، وبدأت إيه؟ بدأت تقع. لذلك الفتنة الواحدة يا إخوانا ممكن تخبط في 2، واحد تزوده وواحد تموته. احنا عندنا فتنة واحدة اسمها الأحزاب، اسمها ايه؟ اسمها الأحزاب، ضربت في 2، واحد علي وواحد مات. ولما رأى المؤمنون أو اللي هم اللي واقفين في نص السطح دول، واللي هم الضربة بتقويهم،
لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عجيبة جدا، زادهم يعني الأحزاب زادتهم إيمان، لأن عرفوا أن الأروف القرآن حصل، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا هيحصل كده وكده فحصل، فازددنا إيمانا، وده ناتج عن تدبرهم وناتج عن استقرار المعاني في القلب، فلما شافوا المعاني دي حقيقة قدامهم زادوا إيمان طبعا. لكن التاني ما كانش محقق الإيمان دوت، المعاني دي مش واضحة عنده، معاني الابتلاء ومعاني الصبر واليقين والكلام ده، فبالتالي نفس الحدث ده لما تشاف من فئة تانية قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. نفس الموقف بالضبط، واحد زاد إيمان واحد انتكس. وربنا بيقول لنا على الصنف ده اللي هم ضعاف الإيمان، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، بس سئلوا ما يعني ما تضغطش عليهم، يعني ده مجرد بس هنقول لهم إيه تعالوا معنا لأتوها وما تلبثوا بها إلا إيه؟ إلا يسير. لكن التاني ده جبل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا إيه تبديلا. شوف التاني وما تلبثوا بها إلا إيه؟ إلا يسير. سورة الأحزاب دي عظيمة جدا، يعني فكروني أشرح لكم سورة الأحزاب إن شاء الله. احنا كنا شرحناه في رمضان اللي فات بس خدنا فيها مجلسين أو ثلاثة كده، ما تسجلوش يعني عموما كده كده لو وقفت الدرس يعني، فما كملناش الصورة للأسف يعني. فيعني إن شاء الله ممكن بعد رمضان ناخده. سورة الأحزاب دي يعني كوكب تاني، فيها كمية يعني معاني وتدبر وإيمانات عالية جدا جدا، يا ربنا يسر يعني وناخده الأحزاب يعني. طيب حلو كده، فهمت الحتة دي. طيب أنا بقى أزيد إيمان إزاي؟ هو ده السؤال، أزيد إيمان إزاي؟ قبل ما أقول لك أزيد إيمان إزاي لازم تفهم حتة معينة. إحنا قلنا إن الإيمان بيزيد وينقص، خلاص إحنا فهمنا دي وفهمنا إيه الأثر المترتب عليها. لازم تفهم برضو إن إحنا زي ما قلنا أن الإيمان اعتقاد وإيه وعمل، لا يمكن إنسان يدعي إن الإيمان اعتقاد بس بدون عمل. يعني عايز أقول لك إيه، من اعتقاد أهل السنة وهقولها لك كمسألة علمية أن أعمال الجوارح هي من الإيمان، يعني ما فيش انفصام. الانفصام ده خطر كبير، لأن الانفصام ده يؤدي إلى فهم مغلوط للدين، يؤدي لواحد ما عندوش عمل جوارح وبيدعي إن هو إيه مؤمن. فلازم نفهم زي ما قلنا الإيمان بيزيد وينقص، وقلت لك التطبيق العملي ليه إيه ممكن يكون فهمك، لأن أعمال الجوارح داخلة في مفهوم الإيمان، ده موضوع مهم. فالإيمان زي ما العلماء بيقولوا هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، تمام؟ يبقى العمل اللي أنا بعمله ده هو من الإيمان. هتقول لي إيه الدليل وما ممكن أقول كلام وخلاص؟ لا، في دليل طبعا. ربنا لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما القبلة تحولت من بيت المقدس للكعبة، قالوا له طب بالنسبة لصلاتنا البيت المقدس حكمها إيه؟ اتحسبت ولا ما اتحسبتش؟ فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فسمى الصلاة إيه؟ إيمان. إيمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. بص بقى عشان ثلاثة غير بعض، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثلاثة غير بعض، واحد باللسان واحد بالجوارح واحد بالإيه؟ بالقلب، صح؟ قول أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. يبقى الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. يبقى ينفعش بقى إيه اللي يترتب على كده؟ يترتب على كده حاجة مهمة، إن أنا ما ينفعش إن أنا لو عايز أوزن إيماني سهل جدا، ما أصل صعب إخوانا واحد يوزن اللي في قلبه، صح؟ لكن ممكن أقيم أدائي العملي. عايز تعرف حجم إيمانك قيم أدائك الإيه؟ العملي، لأن ده مؤشر عن الإيمان. لقيت أدائك العملي ضعيف ما تضحكش على نفسك وتقول بس أنا الحمد لله إيماني جوه إيه زي الجبال، لا لا تضحكش على نفسك، تضحكش عليه على نفسك. طالما لا، لو كان الإيمان كالجبال لكان العمل كالجبال. طالما العمل ضعيف يبقى اتهم دايما إيمانك. مش بقول لك يعني خلاص ويأس، لا، يبقى انت تاخد قرار انك تزوده. ما انت لو ضحكت على نفسك يبقى عمرك ما هتتعالج. لو واحد اخوانا وجد ان عمله ضعيف بس هو حكم على نفسه ان ايمانه ايه قوي، يبقى خلاص عمره ما هيفكر في العلاج،
او هيظل في الدائره الايه الغريبه اللي هي محاوله زياده الاعمال الجوارح بس، برضو قاعد يحاول يصلح في الاسلام ومش عارف هي النقطه جايه له منين. انت ايمانك ضعيف، محتاج تزود الايه الايمان. لكن لو انت قلت انا ايماني قوي خلاص شكرا هكلمك في ايه بقى. فلازم ان انت تكون منصف مع نفسك. ونرجع تاني الكلمة القيمة للحسن البصري، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فبالتالي نرجع للسؤال بقى، أو قبل ما نرجع للسؤال أقول لك حتة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يربط الإيمان بالتطبيق على طول، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا، فليكرم ضيفا، فلا يؤذي جاره، مش كده؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، مش كده؟ ويقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ايه علاقة الايمان بالزنا؟ لا ده علاقة اساسية. لو انت مش فاهم علاقة الايمان بالزنا يبقى احنا بقى مش هنعرف نتصلح ابدا. لا شك ان الايمان له علاقة بالزنا. لا يمكن واحد يزني الا هو ايمانه يا اخوانا ضعيف جدا. الايمان لو قوي كان مش ممكن انه يقع في الايه في الزنا. الايمان بالتعريف اللي انا قلته لك في الاول، تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اذا في روابط بين الإيمان وبين العمل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يمنعون الماعون. بدي روابط بين الإيمان وبين الإيه وبين الإيه وبين العمل. أنا بقى لازم أزيد إيمان بقى. طب أزيد إزاي؟ طبعا أزيد إزاي دي عايزة محاضرة لوحدها، واحتمال كبير إن شاء الله أخلي المحاضرة الجاية عن الموضوع دوت، كيف نزداد إيمانا، كيف نزداد ايمانا. فانا مش عايز ايه مش ما تتقالش في كلمتين، يعني موضوع كبير، يعني موضوع مرتبط باعمال القلوب واعمال الجوارح واعمال اللسان، وازاي الانسان بيزداد ايمان. فيعني اعتقد ان صعب ان انا يعني نتطرق للنقطه دلوقتي، هتاخد معنا وقت طويل. فان شاء الله يعني ان شاء الله ممكن تكون المحاضره الجايه بالموضوع دوت، كيف نزداد ايمانا، لأنه ده اللي احنا عايزينه. انت سبتنا كده ومن غير ما تقول لنا كيف نزداد ايمانا، بس خلينا نقولها في محاضرة مستقلة بإذن الله تعالى. لكن عايز اكمل الآيات. قالت الاعراب ايه آمن، بس انا خلينا ناخد عنوان انت لابد ان تزداد ايمانا، لابد ان تزداد ايمانا. وزيادة الايمان بتكون بزيادة اعمال القلب وزيادة اعمال الجوارح وزيادة اعمال الايه اللسان، كما وكيفا. انا بديك عنوان عام وخلاص عشان مفيش وقت. لابد من زيادة اعمال القلب، الحب والخوف والرجاء والتوكل، اعمال الجوارح، اعمال اللسان، كما وكيفا. كما واهم منها كيفا. يعني ايه كما وكيفا؟ يعني اصلي اكتر وكل صلاه تبقى احسن من الاول. الصلاه هي نفسها تبقى احسن من الصلاه اللي فاتت، ده اسمه ايه؟ كيفا. واصلي اكتر، ده اسمه ايه؟ كما. اقول الاذكار اكملها للاخر، ده اسمه ايه؟ كما. اركز في الذكر وانا بقوله واتدبره، ده اسمه ايه؟ كيفا. ازود وردي من القران، ده ايه؟ كما. اركز واتدبر الايات، كيفا. كده كده بقى على كله 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 على كده. زياده الايمان مش معناها زياده كميه بس، اهم من كده زياده الايه؟ الكيفيات. دي بتاثر جامد. ده عنوان ايه كبير كده وخلاص. قالت الاعراب امن، تمام. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ايمانه في قلوبكم. بس ربنا طمنهم، قال لهم برضو ايه؟ انتوا لسه مش مؤمنين، بس مش معنى كده ان احنا هنضيع عملكم. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. يعني احنا مش هنظلمكم ولا هننقص منكم حاجه، اللي هيعمل فيكم حاجه ياخدها وبزياده. بس احنا بنقول لكم برضو انتوا لسه ايه؟ لسه على البوابه، وخلي بالك على نفسك. بس في كلا الاحوال اطمنوا. اي عمل بتعمله يا اخوانا، ودي برضو حاجه مهمه، طمنا برضو شوية هنا، ربنا طمنا بحاجتين. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله، ختام جميل أوي. أصل طلعت الآية بتخوف، لم تؤمنوا أسلمنا بعدين. طيب يعني أنا يعني يكون مؤمن يا خلاص أضيع؟ يعني لا، الصورة اللي أنت بتقولها يا خلاص بقى أروح بقى أولع في نفسي؟ لا، بس واحدة واحدة بس. مش معنى كده نقول لك روح ولع في نفسك. مهما وصلت لأي منزلة كويس برضو، أحسن من الأقل منها. انت عموما في دائره الايمان، بس احنا نقول لك يعني خلي بالك، يعني انت لسه ما حققتش الايمان المطلوب. بس خلي بالك ربنا هيديك على كل ذره بتعملها، ما تقلقش.
اي ذره بتعملها حتى لو لسه في الاول لسه في البدايه، ما تحتقرش اي شيء من المعروف. وده بيدينا برضو امل اخواننا، لان بعض الناس لما بيخش في الايمان او الالتزام بيشوف الناس المتقدمه يحس انه ييأس، قلت طب انا هعمل ايه، انا هوصل ازاي؟ ارضى مش هقول لك ارضى عشان برضو ما تثبتش في الواقع ده، يعني ما تستقلش اي حاجه بتعملها. لو انت بتتقدم كل يوم ملي حلو، المهم ما بترجعش. زميلك بينط معلش، يمكن انت يعني الظروف دلوقتي كده، بس مش معنى ان انت بتشوف واحد بينط وانت بتمشي ايه خطوه خطوه تقول انا مش نافع وتروح جايب ورا، لا، هي يمكن النهارده تبقى خطوه بكره تبقى خطوتين بعده يبقى ثلاثه. ما انت قرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، ده واحد بيتقرب شبر، طب ما انت قرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا، يبقى الناس مش زي بعض، بس كده كده ربنا بيقبل وبيبارك. والايه الجميله ديت خدها عنوان حياه، سوره النساء، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عايز تاني؟ يعني اي خطوه بتعملها بتتكافئ عليها مهما كانت صغيره، طالما هي في مرضات ربنا، تعمل حاجه في رضا ربنا، خطوه ربنا يخليها سبب واول حاجه لكان خيرا لهم، هي خير من انت ما تعملهاش، وسبب لثباتك وسبب للأجر من الله وسبب للزيادة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها إيه؟ حسنا. ليه؟ إن الله غفور شكور. خد بقى إيه الختام الجميل ده، إن الله غفور رحيم. يعني كمان يا رب لو غلطت سامحني لو رجعت لك، بس رجعت لي وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يعني حتى لو أنا أثناء مسيرتي البطيئة دي كمان عكيت، بس أنا دايما بتوب وبستغفر وبمشي على مهلي وبقع وبقوم، هتسامحني؟ سامحك. سامحكش ليه؟ طالما بترجع لي يبقى خطواتك الصغيرة مش هضيعها، ما بتروحش، وسيئاتك بتروح. إيه رأيك في العرض ده؟ خطواتك الصغيرة عمرها ما بتروح، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وسيئاتك بتروح. إن الله غفور رحيم. ازاي واحد ما يحبش ربنا يا اخوانا؟ ازاي واحد يقرا الايات دي في تدبر وما يزدادش ايمان؟ هو ده، دي من اسباب زياده الايمان، تدبر القران. عمرك قريت الايه دي وفهمت كل المعاني اللي انا قلتها دي؟ ولا انا حتى. في حاجات بتجيلي وانا قاعد معاكم كده يعني بجد، يعني انا نص اللي بقوله ده مش كاتبه اصلا يعني. وهي دي اللي انا بقوله لك، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا ولا هديناهم ايه؟ ومن يقترف حسنه ايه؟ انا بمحضر كلمتين بيبقوا اربعه وانا قاعد معاك. تفتكر ان انا بقى جبت التايه ولا عارف؟ لو قلت لي بكره اقول نفسك كان مش هفتكره اصلا. فيها كده، لما انت بس بتقبل على القران اخوانا ونيتك التدبر، ربنا يفتح عليك وبيدي لك من فضله سبحانه وتعالى، وهو السبب سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمتي. شوف الكلمتين دول، لا يلتكم، خطواتك ما تضيعش وسيئاتك تضيع. ازاي ما تحبوه؟ ازاي ما تزدادش ايمان انت؟ ادي احد اسباب زياده الايمان، تدبر القران. مش الكلمتين اللي انا قلتهم دول خلوك دلوقتي ممكن سخنت شويه؟ تخيل بقى لو اشتغلت مع القران كله كده، ده من اعظم وسائل الايمان، زياده الايمان تدبر القران. شوف بقى بعد كده، طب تعالوا بقى خلاص انا طمنتك، تمام خليك معانا بقى. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ايه بقى الايمان يا رب؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني ايه بقى الحته دي؟ الحته دي بتقول لك ايه هو الحد الادنى المقبول من الايمان. الحد الادنى المقبول من الايمان انك عديت الشك. انك عديت الايه؟ الشك. لان الكفر دركات، في شك وفي تكذيب، يعني في واحد مكذب خالص وفي واحد ايه؟ شاكك. احتمال الدين ده صح واحتمال غلط، احتمال هذا رجل صادق واحتمال كاذب، ده اسمه شك. لكن في واحد بيقول كاذب وش، فدي مش واحد. امتى انا اتسمى مؤمن؟ ان انا اكون عديت الايه؟ الشك، ما بقتش شاكك خالص في اي حاجه ولا في اي تفصيل من تفاصيل الايمان اعرفها. يعني مش شاكك ان في ملائكه، مش شاكك ان في جن، مش شاكك ان في جنه ونار، مش شاكك ان ربنا هو الواحد الاحد، مش شاكك في رساله الرسل. عديت مرحله الشك دي، يبقى انت اسمك دخلت جوه ايه؟ جوه دايره الايمان. لكن انت لسه في اول خطوه، انت عديت الشك بس، احنا عايزين نوصل لليقين بقى. يقين بقى، خش بقى في بقى سيبك من سور السطح اللي انت واقف عليه ده، خش جوه بقى، خش جوه. تضمنش حد يزقك تقع، دي مش حلوه بس تدخلك الجنه لو مت عليها، بس ما مين يضمن لك انك هتفضل على الحرف كده على طول؟ زقه واحده تقع.
يبقى انا لازم اعدي مرحله الايه؟ الشك. يبقى مرحله لو واحد شك يبقى خرج من دائره الايمان، ودي حاجه مهمه جدا يا اخوانا. بص يا جماعه عشان من الاخر يعني كلنا على حرف الصوت، عشان يعني ايه ما نضحكش على بعض، يعني الناس اللي جوه مش كتير يعني، فما ما ما يعني ايه ما تعملش جدع قوي وانت في مكانك تعمل شقلبازين، يعني مش مستحملها، فهمتني؟ يعني ما تجيش للشبهات وتقف قدامها بصدرك، او انت مثلا واقف على السطح وتقول لصاحبك ايه اضربني في صدري انا خلي بالك انا جامد جدا، هداك واحدة وقعت انت صدقت ولا ايه؟ في ناس تعمل كده ولا تعملش؟ يعني ايه؟ يعني انت اصلا انت عارف نفسك، انت لسه لا حافظ قرآن ولا فاهم تفسير ولا خدت اصول فقه ولا خدت اصول حديث ولا خدت اي حاجة في اي حاجة، وداخل تسمع برامج الشبهات، وداخل تسمع قنوات النصارى، وداخل تخش في مناظرات مع الشيعة، وداخل تقول لي عايز اعرف الملحدين بيقولوا ايه؟ صباح الفل، انت واقف على الصورة صاحبي، انت زقة توقعك، بلاش جدعانة يعني، مش وقت يعني شقلبازات يعني، انت لسه مش محترف يعني، خليك على قدك يعني. مش بقول لك انا مش بقول لك ان الشبهات دي جامده، الشبهات دي اضعف مما تتخيل، لكن انت ضعيف برضو، هي على ضعفها ممكن توقعك، يبقى انت ما تعرضش نفسك. السلامه لا يعدلها شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول سالوا الله العافيه، وقال لا تتمنوا لقاء العدو. يعني انسان يا اخوانا ما يصدرش نفسه ويجي بقى يسمع شبهات الالحاد على وبعد كده يجي بقى شيخ انا مش عارف بقى انا بدات ايه ويبتدي يشك فعلا. وفي فعلا ناس بتشك دلوقتي، بس هو مش عايز يقول، مش قادر يقول، بس هو في نفسه شيء دلوقتي من الدين بسبب كثرة تعرضه للايه؟ للشبهات. فيعني مش قصدي، مش بقول لك ان الشبهات دي مالهاش حل، لا ده اي واحد في نص الطريق في طلب العلم يرد على كل الشبهات دي، بس احنا يمكن لسه ما وصلناش يعني، فخليك على مقاسك يعني. انت دلوقتي تحتاج انت تزود ايمانك، تزود علمك، ركز في دي، تقعدش بقى كل خناقه في تخش بقى عايز اشوف بيقولوا ايه، يعني بعدين ان شاء الله هتبقى كويس وهترد وربنا ينفع بيك، بس ركز في الحته اللي انت مناسب. انا عايزك تخش جوه، بس جوه، خش جوه مع الناس بس، عشان لما تتضرب ما تقعش، بس في ضربات جامدة يعني، بس اللي جوه ما بيعادي ما بتأثرش بيها. مهمة ديت. وربنا قال لنا بعد كده ايه؟ قال لنا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ايه اللي جاب الجهاد مرة واحدة هنا؟ اللي جاب الجهاد هنا حاجة من الاتنين، اما ان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك من الاخر، يعني ايه اخر الطريق يعني، يعني ايه؟ مش احنا قلنا الايمان قول وايه وعمل، الجهاد ذروة سنام الايه؟ الاسلام. ان الجهاد معناه انك انت بتضحي بنفسك وبمالك في سبيل الله. لا يمكن حد يقدر يعمل الحتة دي قبل ما يكون عدى مراحل كتير قوي في الايمان. ان ربنا قال اولئك هم الصادقون، يعني مفيش حد يوصل لمرحلة ان هو يضحي. اصل انت بص، انت ممكن تضحي بوقتك، تضحي مش عارف ايه بشوية صدقات بتاع تصلي، لكن اما اجي اقول لك نفسك تقولي لا نفسي، اذا كان اصلا شغال عشان نفسي، ده انا كل ده بعمله اضحك عليكم عشان نفسي في الاخر، اضحي بنفسي وما اروح فين بعد كده؟ عشان كده ايه المنافقين كانوا اكتر حاجه يخلفوا عن الغزوات، ممكن يصلي ممكن يصوم، بس الغزوه لا، ده فيها موت، انا اصلا كل ده عامله عشان نفسي اروح اضحي بنفسي؟ لكن اللي ضحى بنفسه ده لا، ده تمام بقى، مش ممكن بقى، مش معقول، ده لا يمكن يكون كذاب، مش كده؟ فالجهاد بالنفس والمال هو اعلى اثبات لصدق الايمان. وكمان حاجة تانية، إيه اللي جاب الجهاد؟ إن الجهاد الأعداء بالنفس والمال هو فرع عن جهاد طويل آخر نجحت أنت فيه خلاص، وهو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين والظالمين. اللي يعدي المراحل دي هو ده اللي يقدر يواجه ليه؟ الكافرين ويضحي بنفسه وماله. عشان كده الكلمة الجميلة اللي قالها ابن القيم رحمه الله بيقول والأصل هو جهاد النفس، بالك والأصل هو جهاد النفس، فإذا لم يجاهد العبد نفسه على فعل ما أمرت بفعله وترك ما أمرت بتركه، إذا لم يجاهد على ذلك ولم يحاربها من أجل الله، فلا يمكنه أن يجاهد أعداء الله في الخارج. وكيف يمكن للإنسان أن ينتصر على عدوه الخارجي وعدوه الداخلي قاهر له متسلط عليه؟ لا يمكن أبدا الانتصار على الأعداء في الخارج إلا بعد الانتصار على الأعداء فين؟ في الداخل. والعدو الداخلي هو النفس، فوجب البدء
البدء بجهاد النفس قبل جهاد الأعداء، فهذان عدوان يجاهدهما المسلم. يعني عايز يقول، او انا ممكن ناخد من كلامه ان انت طالما وصلت ان انت نجحت في جهاد العدو الخارجي، يبقى انا فهمت انك انت نجحت اصلا في جهاد الايه، العدو الداخلي، بدات انتصرت على نفسك، لان انت اصلا عشان تاخد قرار ضحي بنفسك ده انت انتصرت، وانتصرت يبقى اكيد انت منتصر عليها في موضوع النوم وصلاه الفجر وغض البصر ومش الكلام السهل ده، احنا انت خلاص رايح تموت. فما يقدرش يوصل واحد يثبت في ميادين الجهاد الا لو واحد ثابت في ميادين العباده والطاعه والايه وترك المعصيه والكلام دوت. عشان كده لما ربنا يقول وجهادوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، يبقى افهم ان هو خلص كل الدنيا، ده وصل للقمه اصلا. ودي حاجه تديك مفهوم حلو للجهاد، لان بعض الناس بيعتقد ان الجهاد بس هو جهاد الايه، العدو الخارجي. اذا الجهاد محدود في الحاله ديت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ايات مكيه الجهاد رغم ان ما كانش فيه اصلا جهاد، زي ما ربنا قال في سورة الفرقان آل مكية وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. اما ايه هو الجهاد اللي مقصود في السورة المكية؟ مش هو الجهاد اللي قتل الاعداء، في جهاد كتير اخوانا. بص بقى، انت عندك كذا نوع من الجهاد. اول حاجة جهاد النفس. جهاد ليه؟ النفس. اجاهد نفسي على ايه؟ اختصار عشان نطولش، ده جاهدها على الالتزام بصورة العصر. دي خلاصة الكلام. والعصر تحافظ على وقتك، عشان العصر ده هو الوقت. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصلوا الحق وصلوا بالصبر. آمنوا يعني طلب العلم والعقيدة السليمة. تجاهد نفسك على طلب العلم والتعلم وتصحيح الاعتقاد. عملوا الصالحات، تجاهد نفسك على تحويل العلم ده إلى عمل وتترك المنكرات. وتواصل بالحق، تجاهد نفسك على الدعوة إلى الله جل في علاه، وانك بدأ بعد ما صلحت نفسك تصلح غيرك، او وانت بتصلح نفسك برضو تصلح ايه غيرك. واهم من كل ده وتواصل بالصبر، اثبت بقى على كده لغاية ما تموت، تثبت على عقيدة سليمة وطلب العلم وعمل الصالحات والدعوة الى الله الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. كده انت اسمك جهدت ايه؟ نفسك. وتجاهد الشيطان اللي بيحاول يرمي في طريقك شبهة تلففك حوالين نفسك، تدفعها بالايه؟ بالعلم. الشبهة تدفعها بالايه؟ بالعلم. او يرمي لك شهوة، الشهوة تدفعها بالايه؟ بالعمل. بالك ما دي، بص انت جهادك ده بيصب في ده. اي شبهة للشيطان اللي بيخليها بتأثرش فيك؟ العلم. العلم. واي شهوة بتجيلك اللي بيقويك عليها؟ العمل، قيام الليل وتدبر القرآن والبكاء في الأسحار، تلاقي نفسك قوي قدام الايه؟ الشهوات، النساء والمال والكلام ده. العمل بيخليك قوي قدام الشهوات. فجهادك لنفسك بيصب في جهادك لايه؟ للشيطان. بص ربنا بيقول لنا يا الشيطان، قال وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يعني قرأ القى الشيطان في امنيته شبهات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض، اللي هم بتوع النفاق اللي ما عندهمش علم، والقاسية قلوبهم اللي ما عندهمش ايه؟ عمل. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. لان اللي عنده علم اخواننا لما بتجيله الشبهة هو ما يعرفش ان دي شبهة اصلا، لما جات له الشبهة ركز معاها شوية راح رد عليها بالعلم فازداد ايمان، فكانت الشبهة سبب لزيادة ايه؟ إيمان، وتأكد أن هذا الدين ليس فيه عور ولا نقص ولا يوجد فيه شبهات، لأن ما من شبهة تأتي إلا هو معه الرد، فازداد يقينا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. يبقى أنا عندي جهاد نفس وجهاد شيطان، وفي بقى جهاد إيه؟ جهاد الكفار اللي هو بالسلاح وبالمال وبالنفس، وفي جهاد المنافقين، بس جهاد المنافقين ما فيهوش سلاح، لان المنافق بيعيش معانا، مش بنقتله ولا بنحاربه، لكن بنجاهده بالايه؟ باللسان، بنحاربه باللسان وبالحجه. وفي جهاد البدع، وفي جهاد المنكرات، وفي جهاد الظلم والظالمين، كل دي انواع من الايه؟ من الجهاد، مش الجهاد بس هو المعركه اللي مع الكفار دي، دي احد انواع الجهاد. في جهاد نفس اربع مراتب اللي ورتركب صورة العصر، في جهاد الشيطان شهواته وشبهاته، وفي جهاد الايه، وفي جهاد المنافقين، وفي جهاد المبتدعه، وفي جهاد الظالمين، وفي جهاد الكفار. يبقى انا ممكن اعمل مراتب كتير جدا من الجهاد. اثبت بقى لربنا انك مجاهد،
وجاهدوا في الله حق ايه؟ حق جهاده. وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اكيد ربنا بيقول لنا في نهايه الايه السوره قل اتعلمون الله بدينكم، يعني انت جاي تعلمني انا، تقول لي انا مؤمن؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الارض، والله بكل شيء عليم. يعني لو انت مؤمن فيش معلومه جديده جات لربنا، هو يعلم سبحانه وتعالى. ولو انت مش مؤمن هو يعلم ايضا، فما تكذبش، يعني كذب مش هيروج على الله سبحانه وتعالى. فخلاص خلي الموضوع بينك وبين ربنا، انت بتقول لنا ليه يعني؟ اصل كونك بتقول ده في نوع من المن، مش كده ربنا يقول يمنون عليك ان اسلموا؟ شوف قال لهم ان اسلموا لان هم ما يمنوش اصلا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، اللي هو المرتبه الاولى بقى، وهم لسه في الحرف، انا هداكم الايمان ان كنتم صادقين. فهنا كذا حاجه اللي انا قلتها لك في الاول دي، ان المن يتنافى مع الايمان، لان الايمان زي ما قلنا يقوم على الخضوع، الذل، الافتقار، التوكل، تعظيم الله سبحانه وتعالى، معرفة أن حق الله أعظم من كل ما نفعل، الشكر، كل ده يتنافى مع المن. إزاي تمن بعد كده؟ كونك منيت يبقى المعاني دي مش واضحة عندك، يبقى أنت لسه أقصى حاجة نقولها عليك أن أنت أسلمت وبتعمل مجرد الأفعال الظاهرة بس. تمام؟ قالوا في ذلك إيه؟ فالنظر لحظ النفس بيجعل النفس دي بقت يعني إيه؟ أنت قربت تعبدها يعني. كونك بتمني يبقى انت على خطر. على فكره انت بعد كده تبتدي تعظم نفسك قوي، وبعد كده تعظم رايها وتعظم قرارها، وتبتدي تتبع هواك تترك الدين. ارايت من اتخذ الهه هواه. فالانسان كل ما يرى لنفسه شان ولنفسه حظ، كل ما كان يعني ده يؤثر جدا في درجه ايمانه. كل ما الانسان هضم نفسه وهضم حق نفسه في حق الله تعالى، هو ده عين العز يا اخوان. مش ذل النفس لله هو عين العز، ان انت زي ما قلت لك انت بتتخلص من اتباع النفس دي اللي فيها قصور في كل شيء، وتبتدي تنقلها الى المرتبه العاليه الرائعه الساميه، وهي ان تسلمها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فده الذل لله، ان انت خلاص خليت نفسك يعني ذليل لله، يفعل بك ما يشاء. وهو ده قمه الايه؟ العز في نفس الوقت، قمه العز ان انت طلعتها من الذل اللي انت تذلها لنفسك او بتذلها لغيرك، وخليتها تتذل لله سبحانه وتعالى. فالمن يتنافى مع عليه المعاني ديت. عشان كده ربنا قال ان اخبر ان المن ده بيدل ان اصلا الايمان ما حصلش في الايه؟ في القلب. بعد كده ربنا قال لنا ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير ما تعملون. وختام السوره بالختام ده من افضل ما يكون، لان زي ما قلت لكم السوره من اولها قائمه على قضيه الايمان، انك انت احنا ازاي ننفذ اللي ربنا قاله في السوره. محور الاساسي اللي احنا بنلاقيه في السوره ماشي معانا هو محور المراقبه. المجتمع اللي احنا نريده مجتمع مميز جدا. ليه مميز بايه؟ مميز ان الذي يحكمه ليست قوانين الارض، وليست الشرطه، وليست الكاميرات، وليست العقوبات الدنيويه في المحاكم، وليس الخوف من السلطان، لا. وإلا لو كان المجتمع كذلك فإن أسهل شيء إن المجتمع ده يفسد. لو اتقطعت الكهرباء في أمريكا الناس بتخش تسرق المحلات، إن الكاميرا مش شغالة، وده حصل فعلا. اتقطعت الكهرباء في إنجلترا الناس سرقت المحلات في 10 دقايق بس، كانت المحلات إيه؟ نطفت، بسبب إن كان هم أصلا ما تقول لك الناس دي كده 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 لقوة القانون. لكن إذا غاب القانون ممكن تلاقي واحد تاني. لكن المجتمع الذي نريده لا يسير بقوة السلطان، يعني لا يحتاج لقوة السلطان إلا للشخص الضعيف بقى البعيد، لكن هو شغال بمراقبة الملك سبحانه وتعالى. ففي جميع أحواله، في جميع أوقاته، في جميع البلدان، في أي وضع ملتزم، إن الرقابة اللي عليه لا تغيب أبدا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وكمان بيعلم البواطن، وبيعلم ما تكن، ويعلم ما تسر، ويعلم النوايا هتروح منه فين. عشان كده أول السورة لا تقدموا بين يدي الله، واتقوا الله ان الله إيه؟ سميع عليم. واخر السوره ان الله يعلم غيب، بس يبقى اولها مراقبه واخرها ايه؟ مراقبه. فلو انت حققت من حاجات اللي زي ما قلنا بتزود ايمانك انك تتدبر في الاسماء، اسماء الله، الله سميع عليم، يعلم غيب السماوات والارض،
بصير بما تعملون. لو انت طلعت من السورة دي بالاسماء ديت بس تدبرتها فعلا وحولتها من معلومة الى شيء وقر في القلب، تلاقي نفسك سهل جدا تلتزم بكل معاني السورة. شفنا السورة بقى جابتنا فين، وصلتنا للمجتمع الذي نريد، مجتمع معظم لله والامر لله، يقدم امر الله على كل شيء، معظم للنبي عليه الصلاة والسلام، موقر له عليه الصلاة والسلام، يحذر من الفاسقين، وإذا حذر من الفاسقين لم يقع قتال بين المؤمنين، ليس فيه سخرية ولا غيبة ولا همز ولا لمز ولا سوء ظن ولا تجسس. الناس أقدارهم على قدر الدين وعلى قدر التقوى، مجتمع يفهم ما هو الإيمان وما هو المطلوب منا وماذا يريد منا الله سبحانه وتعالى، يسعى دائما لزيادة الإيمان، لا يحتقر أي عمل، إذا وقع فإنه يتوب إلى الله، إن الله غفور رحيم، ويثبت صدق إيمانه بالجهاد في سبيل الله، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العدو الخارجي، جهاد المنافقين، جهاد الظالمين، جهاد المبتدعة، جهاد أصحاب المنكرات. وفي نفس الوقت هذا المجتمع أفقر ما يكون إلى الله، لا يمن مهما عمل، لو وصل لقمة الإيمان يصل لقمة الافتقار، لأن دول بيجوا مع بعض. وبعد ما يعمل المجتمع كل ده يخضع لله ويعترف أنه هو صاحب الفضل والمنة جل في علاه، فيزيده الله سبحانه وتعالى، وما زال المجتمع يزيد وينكسر لله ويعترف له بالفضل ولا يمن ولا يعجب، والله تعالى يزيدهم مددا من عنده سبحانه وتعالى. ايه رأيك في الصورة ديت؟ وملاك المجتمع ده هو المراقبة، المراقبة لله سبحانه وتعالى. شوف سورة الحجرات طلعنا منها بقد ايه معاني. فهكذا القرآن أسراره ومعانيه لا تنقطع أبدا، وما زال هناك المزيد والمزيد، يعني وإذا قرأت هتجد أكثر من اللي احنا قلناه بكتير، لكن أنا حبيت أديك نموذج إزاي ممكن سورة تغير فينا كتير. لو كل القرآن تعاملنا معاه بالطريقة ديت لا شك إن الحياة تتغير. ممكن مرة قادمة ندي درس حوالين زيادة الإيمان. مش هستطول عليكم أكثر من كده، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.